العالمين وممثليها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفتتح هذا اللقاء للتواصل التحسيسي. غادي إن شاء الله يوم الأربعاء 30 أكتوبر بقاعة العمالة تحت إشراف يحيى السيد عامل صحة الجلالة على أسمه، والذي بالمناسبة نشكره. إطار الملتقى الثاني لفيدرالية جمعيات أمهات وولياء التلاميذ، نظم هذا الملتقى التحسيسي أولا لبناء أواصر ما بين أعضاء ما بين رؤساء الجمعيات على الصعيد الإقليمي. هذا البناء الذي فعلا يبين لكل عضو ما له وما عليه لأن يقوم يعني بعمل جبار، لأنه يعني مؤسسة فعالة داخل المؤسسات، داخل المؤسسات التربوية. لذلك فالجمعية شريك، يجب أن نعرف بأن لها قوة داخل المؤسسات. هل الذي تهدف الذي تهدف النبيلة كما سماها جعل جمعية آباء وأمهات وولياء التلاميذ شريكا أساسيا في إنجاز الرسم الواضح؟ احنا اليوم كنتواجدوا في لقاء تواصلي في اطار الملتقى الاقليمي الثاني الذي تعتزم الفيدرالية جمعية اباء وامهات واولياء تلاميذ المؤسسة التعليمية باقليم طاطا القيام به يوم 30 نوفمبر 2019 ان شاء الله بقاعة العمالة بالاقليم. وهذا اللقاء ياتي في اطار مد جسور التواصل بين الجمعيات ديال الاباء بالاقليم، ولا بد ان نشكر كل المتدخلين في هذا اللقاء على راسهم المبادره الوطنيه والمديريه الاقليميه التي يعني دابت على دعم الفيدراليه من خلال توفير الدعم اللوجستيكي وكذلك فتح ابوابها للفيدراليه من اجل مناقشه كافه المشاكل والاكراهات التي تعاني منها المنظومه. اللي كتفعل ولا بشكل تدعيم دور هذه كلها من مرجعيات الميثاق اعتمد عليها لتكون له قوه قانونيه. دور جمعية الآباء وأمهات وآباء أولياء التلاميذ دور أساسي انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، كذلك المحطة الثانية البرنامج الاستعجالي، ميثاق العلاقة الذي وقع وأصدر من أجل ترتيب يعني هذه العملية ومن أجل الارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسة التعليمية وتفعيل هذا الدور. هذا جمعية الآباء فاعل أساسي وشريك داخل المنظومة، وما تقوم به أساسي في الارتقاء بالمنظومة التربوية على المستوى الارتقاء بالدعم التربوي، الارتقاء بالنتائج الدراسية، تفعيل الفضاءات المدرسية، معالجة الصعوبات والاختلالات التي تواجه المؤسسة التعليمية من أجل الارتقاء بالفعل التربوي داخل المؤسسة التعليمية. مدير رقم 3 بتاريخ 4/2006 في شأن تفعيل دور جمعية الآباء وأولياء التلاميذ وتتنظر إلى ميثاق العلاقة. إذا دعوني أذكر بأن المشرع المغربي بوأ جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ واحد المكانة جد مقدرة. جوابا على سؤالكم حول تقييم الفيدرالية للدخول المدرسي للموسم الدراسي 2019-2020، يشرفني باسم الفيدرالية أن أذكر أولا أن الفيدرالية جمعية الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ بإقليم طاطا يعني تتابع باستمرار وبالجدية اللازمة يعني جميع المحطات المتعلقة بالمنظومة التربوية منها الدخول المدرسي. للأسف هذه السنة لم يتسنى للفيدرالية أن تتابع عن قرب يعني الدخول المدرسي لأسباب. أولا تعذر انعقاد لقاء تواصلي مع المديرية الإقليمية لنطلع على المعطيات الميدانية والإحصائيات، هناك وعد من المديرية الإقليمية وإلى حد الساعة لا نزال ننتظره. ثانيا يعني كان من إبداع الفيدرالية في إطار الشراكة باعتبارنا شريكا استراتيجيا في تطوير المنظومة، إبداعنا هو تفعيل اللجنة الإقليمية لتتبع الدخول المدرسي وتفعيل اللجان المحلية. كان بودنا أن تنعقد هذه اللجان في بداية السنة لنطلع عن قرب محليا عن أهم الإشكالات التي تعترض يعني النجاح والدخول المدرسي في شكل سليم وعادي، إلا أن هذه السنة يعني انخراطنا
في التزام بسنة تنظيم ملتقيات السنوية للفيدرالية كان الاختيار على التعليم الأولي، فكان همنا منصبا بشركاء حقيقيين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والمديرية على أساس أن نتفرغ بكل ما يستحقه ورش التعليم الأولي كورش يعني ملكي لكي ننظر ونتدارس في ملتقى يعني في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله واقع وأفاق هذا الورش المهم والحيوي. يقتضي يكون توازي في هذا الشأن، والحمد لله نفتخروا باللي في الإقليم ديالنا بالجهود ديال الإخوان استطعنا باش نديروا هذا الجسد اللي حاولنا ما أمكن نحرصوا على تفعيل الأدوار ديالنا الحقيقية. اولا الانتظارات ديالنا من هذا اللقاء التواصلي اللي كيضم الفيدرال جمعية امهات واباء للتلاميذ مع مختلف الجمعيات ديال الاباء للتلاميذ بالاقليم بالاسلاك الثلاث. الانتظار الاول هو اولا ننتظروا منهم انهم يفعلوا الادوار ديالهم داخل المؤسسه التعليميه، وكذلك رفع القدرات ديالهم الترافعيه من اجل مصلحه التلميذات والتلاميذ، وكذلك معرفة ديال أدوارهم الحقيقية في تفعيل الحياة المدرسية وسط المؤسسات التعليمية كذلك.